وبعد كده شفنا ازاي في الديزاين اوبشن نقدر نخلي فيه اكتر من اقتراح للمشروع، ونقدر بكل سهوله اثناء وانا قاعد في الاجتماع مع العميل اوريه اكتر من اوبشن بحيث ان هو يختار اللي هو عايزه. وبعد كده بكل بساطه وكل سهوله اقدر اقول له انا عايز مثلا اوبشن 3 واخلي هو ده البريمري واقول له اكسبت بريمري ويلغي الباقي بالشكل دوت. دلوقتي بقى عايزين نشوف حاجة أحلى من كده، تمام؟ اللي هو إن أنا هعمل تصميم كامل من الماس وكله معتمد على الديزاين أوبشن دوت. خلينا مثلا نقول إن إحنا عايزين ملف جديد، وهقول له إن أنا عايز ماس أند تايب، وأقول له إمبليس ماس. خلينا نرسم ماس بسيطة خالص، تمام، مثلا بالشكل دوت. وفينش ماس. الماس دي انا اتعمدت ان انا اعملها قبل ما نعمل الاوبشن، لان لو كان الاوبشن معمول بتكون اسهل. ناخد ايه خطوه كده، تمام. طيب ده موجود في كل الاوبشنات لغايه دلوقتي. ممكن تيجي بقى على الفايل مانج وتقول له اد سيت، وتقول له مثلا عايز يكون موجود مثلا في دول ما عدا اوبشن 4 مثلا، تمام. طيب خلينا نقول له بيك اديت، ده هيبقى اديت معايا. يعني ايه اديت؟ يعني انا دلوقتي مثلا في البريمير 1 ممكن اجي هنا واقول له اديت امبليس وعدل فيه بالشكل دوت. ممكن احركه مثلا كده، ممكن اجي على الجزء اللي فوق دوت واقول له انا عايز اعمل له ريبيت اجيب نعم، تمام. تقدر تعمل بقى كل الاشكال اللي انت عايز ان انت تفتكرها. طيب هتقول له فينيش هو ازاي. طيب تعالى بقى نروح زي الشكل القديم، فاقدر اجي هنا واقول له ده انا عايز اعمل ايديت امبليس، او حتى من غير ايديت امبليس تقدر تعمل تغير الشكل بتاعك من هنا مثلا اهو. خلينا نعدل فيه الشكل دوت ونعمل حاجات نخلي ايه المهندس الانشائي يدعي علينا كده، تمام. كان لسه مهندس انشائي بيسالني سؤال، هل يجوز للمهندس الانشائي ان هو يصلي ورا مهندس معماري؟ انا ما فهمتش السؤال الصراحه يعني، تمام. مش نقدر نعدل من هنا قبل ما ندخل في الماس. تمام، فانت اصبح عندك اكتر من اوبشن، مجرد ان انت بتغير بيتغير معاك الشكل. الله، طب ما احنا كنا بنعمل حاجات حلوه في الماس دي، ما تيجي نجربها كده. قول باي. وممكن تحط سقف وتحط فلور، كل اللي انت عايزه، تمام. يعني بتعمل عظمه. الجزء اللي فوق ماشي كريتو. ده اوبشن 1. طب اوبشن 2 تعالى نروح كده، ده مختلف تماما. طيب خلينا نروح لاوبشن 3 عشان هو مختلف اكتر وقت، تمام. فانت هتقدر تعمل نموذج كامل بالحوايط بكل حاجه، تمام. مجرد ترجع للاوبشن 1 تلاقي الشغل كله اختلف. فانت اصبح عندك توري العميل اكتر من موديل في ثواني زي ما انت شايف. تقدر برضه نفس الفكره، يعني مش لازم ايه نعملها يعني ده وقتنا، بس الناس تفتكر ان انا بحب حاجه وفي حاجه بتبوظ يعني. لا مفيش حاجه بتبوظ، متقلقش، تمام. وطبعا نفس فكره، يعني لو جيت هنا على الماس دوت وعدلت فيه تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز.
وبعد كده تخلي الشغل تبع التعديل اللي موجود دوت تعمل له ابديت كويس وهكذا. فتقدر تعمل كذا مشروع في نفس الموديل وتوريه للعميل وهو يشوف الاحسن بالنسبه له. طبعا هتكون اسوء حاجه ممكنه عشان يفرسك، ف اللي هو عايزها تعمل له.